السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. موضوع اللي بيسيطر على الدنيا بحالها حاليا وسط رياضي في مصر عمرو مصطفى مراد فهمي وأحمد أحمد وتعليق أسامة السويسي عليه، وهناخد تعليق من خالد الغندور على وصف مرتضى منصور بصفيحة زبالة في وجوده وجود طارق يحيى. فهنتكلم بداية عن أسامة السويسي لما اتكلم عن الإعلام اتناول ازاي، الإعلام المصري اتناول ازاي، وبعض الفئة وفئة معينة من الإعلاميين اتناولوا ازاي موضوع أحمد أحمد وعمرو مصطفى مراد فهمي، ولأنه أهلاوي فبيهاجموا عمرو مصطفى مراد فهمي، مش بيهاجموا الفساد أو الفاسد، لأ بيهاجموا كل ما هو أهلاوي. لكن لو عمرو مصطفى مراد فهمي ده ما كانش أهلاوي كان الأمور عدت بسلام وما كانش فيها هيبقى أي مشكلة. المهم أسامة السويسي علق من خلال صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر وقال: دفاع إعلاميين مصريين عن الكاف، ده الاتحاد المصري نفسه لكرة القدم طلع بيان واتكلم وقال لك إن دي مجرد شكوى، مفيش تهم متوجهه لاحمد احمد ولا الكلام ده كله، وهيرجع في مصر ومفيش الكلام ده كله. يعني كانهم بيدافعوا، يعني ما شفتش اي اتحاد عربي اتكلم عن الموضوع ده، يعني مفيش بيان او مفيش اتكلموا على فيسبوك اللي وضح وطلع بيان الاتحاد المصري. انت مالك انت؟ هو ده المفروض الكاف هو اللي يتكلم، الاتحاد الافريقي اللي يوضح الموقف للناس، لان الراجل ده رئيس الاتحاد الافريقي، انما اللي هو رئيس الاتحاد المصري يعني هما له ايه المصلحه؟ المهم دفاع اعلاميين مصريين عن الكاف وتحاملهم الواضح على ابن بلدهم عمرو مصطفى مراد فهمي، تاكيد ان هذه النوعيه من اعلام البيض على استعداد للتحالف مع الشيطان والعياذ بالله، طالما كان الطرف الاخر في المعركه اهلاوي. ربنا يتوب علينا من جماعه الشاي بالياسمين. لكن لو هو اي حد تاني ما، وطبعا احنا عارفين الفئه دي مين او الناس دي مين اللي بيهاجموا عمرو مصطفى مراد فهمي، المفروض تبقى حيادي. لو انت حتى ميولك ايه خليك حيادي، سيبك من ان عمرو مصطفى مراد فهمي ده اهلاوي، خليك في المضمون، المضمون اللي بيتكلم فيه، هل في فساد؟ هل في رشاوي؟ هل في تحرش جنسي؟ يبقى الموضوع موضوع بحياديه ناجم. وبعدين في الاول وفي الاخر ده عمرو مصطفى مراد فهمي ده مصري مش من جنسيه تانية، يعني ابن بلدك، زي ما طلع قبل كده زي ما قلت حضراتكم امبارح، والموضوع ده انا علقت عليه امبارح، واحد زي اسامه خليل لما اتكلم وغيره وفئه معينه ولون معين وانتماءات معينه هي بتوجه سهامها لعمرو مصطفى مراد فهمي. واتكلم بقى عن مرتضى منصور وربط مرتضى منصور بمسلسل ولد الغلابه بتاع احمد السقا، وربط بين شخصيه المحامي اللي هو بيقدمه احمد زاهر اللي هو مش عارف كان اسمه جمال لب او حاجه زي كده، وفي الاخر ما طلعش محامي. فأسامة السويسي بيقول لك ايه؟ جمال لب طلع مش محامي ومعاه ابتدائيه واسمه احمد جعفر ودخل السجن. المشهد ده من مسلسل ولد الغلابه، تفتكروا ممكن نشوفه في الواقع ويجي اليوم ونشوف صليط اللسان حنفي لبه في مكانه الطبيعي؟ حنفي لبه يقصد حنفي لبه يخش السجن يعني، وكلنا عارفين مين حنفي اللي هو بيربط بينه وبين جمال لبه. نرجع بقى للحاجه الاهم والمهمه جدا، موضوع خالد الغندور. خالد الغندور زي ما قلت لحضراتكم كان موجود مع مرتضى منصور وقت ما مرتضى منصور انفعل على جماهير نادي الزمالك وشتمهم، وانت يالا وانت شويه جزم وانت خالد لو كلب هوا وعليك تقفله ولا تقلع اللي في رجلك وتتف عليه وتضربه بالجزمه، وانت ياد عايزين جروس لمه فلوس ومش عارف ايه، وانت بتاخد مصروفك من ماما ومامتك بتجيب لك بامبرز ومش عارف ايه، هاتوا الفلوس ونجيب لكم جروس. واتكلم عن نادي الزمالك وقال لك نادي الزمالك انا رئيس التاريخي نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان صفيحه زباله، وما اتكلمش خالد الغندور ولا طارق يحيى الموجودين في الاستوديو بتاع برنامج الزمالك اليوم، ولا حد علق على كلام مرتضى منصور. حتى مرتضى منصور حتى هو ما حاولش انه يعلق او يرد على مرتضى منصور، وكمان مرتضى منصور في البرنامج ما بيديش يعني وقت لحد انه يتكلم. يعني قال لك ايه؟ خالد الغندور بقى بيفسر وجهه نظر مرتضى منصور اللي هو نفسه مرتضى منصور يعني بيطلع في الاعلام كتير وبيعمل فيديوهات على اليوتيوب كتير، ما طلعش وفسر هو كان يقصد ايه، لان مرتضى منصور ما بيفرقش معاه حاجه، هو قال الكلام وللجماهير ويقصد بيه جماهير نادي الزمالك والهجوم على نادي الزمالك وخلاص.
مش هتراجع بقى واقول لهم لا ده انا كان قصدي وافسر ومش عارف ايه. خالد الغندور هو اللي تبنى فكره تفسير كلام مرتضى منصور، وكان مرتضى منصور ده واحد يعني ده محامي، راجل محامي يعني، المفروض راجل محامي وبيترافع، والمحامي احنا عارفين شغلته الكلام زي ما بيقول يعني، اللي في شغلته انه بيعرف يتكلم، ده المحامي علشان يوصل وجهة نظر موكله للقاضي او في المحكمة يعني. فالنهارده مرتضى منصور ما اتكلمش، لكن خالد غندور وضح وجهة نظر مرتضى منصور. ليه خالد غندور بعد دلوقتي مثلا اسبوع عدى على القصة، ليه خالد غندور بيوضح النهارده الموضوع ده؟ خالد غندور هجوم كبير عليه جدا 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 من اغلب جماهير نادي الزمالك، هجوم بألفاظ وبطريقة وبتاع، ويا خاين يا منافق يا اللي بتطبل يا اللي مش عارف ايه، بكره من غيره هتضيع، بكره من غير مرتضى انت مرتضى واشي، وفي دي المرتضى انت اللي عامل، وانت هجوم فظيع على خالد الغندور، وانت كنت موجود وما ردتش لما قال على نادي الزمالك صفيحة زبالة ومش عارف ايه. فبعد فترة مرتضى خالد الغندور افتكر انه يرد على جماهير نادي الزمالك ويوضح ان هو، تعالوا نشوف وجهة نظره او رد قال ايه. خالد الغندور قال لما قال مرتضى منصور ان الزمالك صفيحة زبالة والاهلي كان بيلحسكم التراب، ده مش معناه انه بيكره الزمالك. الزمالك في عهد كمال درويش حقق بطولات كتيرة، بس تم سرقة لقب نادي القرن باتفاقات في الاتحاد الافريقي، انا عارفها بشكل شخصي، ورئيس الزمالك كمال درويش تقبل الامر. اولا رئيس نادي الزمالك هيعمل ايه؟ ده الاتحاد الافريقي، انتوا برضو بعد 19 شغل مش عارف حلق حوش زي ما بيقولوا، شغل اي كلام، شغل بيع الوهم للناس وعلشان يكسبوا الناس باي كلام يعني. انا بس بوضح للناس حاجه، الناس دي بتتكلم على حسب تكيف الامور، على حسب وجهه نظرها، او على حسب هواها، او على حسب هم عايزين ايه في التوقيت ده. بمعنى ايه؟ يعني قبل كده جروس لما طلع كريم حسن شحاته وقال لك جروس ومفيش راحه بينه وبين مرتضى منصور، وجروس لو اخفق في مباراه بترو اتلتيكو اللي كانت هناك اللي كسبها الزمالك تقريبا 1-0 او 2-1، لو اخفق فهيتم التدريب او حسام البدري هيتولى تدريب نادي الزمالك. الكلام ده كان قاله كريم حسن شحاته. خالد الغندور طلع هاجم بضراوه كريم حسن شحاته، وده كلام ما يصحش دلوقتي، وانتوا عايزين تدمرنا، وجروس مستمر، وجروس ماشي كويس، وجروس ماشي بخطوات جيده، وجروس مدرب كويس. كان بينتقد بعض زي اي مدرب، زي ما احنا دلوقتي في الاهلي ممكن ننتقد تغيير معين للاسارتي، ده شيء طبيعي. لكن هل لو مثلا جوزيه كان بيدرب الاهلي في مباريات كتير كنت ممكن نختلف مع جوزيه؟ لا، انت المفروض كنت نزلت، رغم انه كان بيحقق بطولات والكلام ده كله، بس هل حد يختلف على جوزيه؟ مش جوزيه، نقدر نقول ان جوزيه دلوقتي مش مدرب تاريخي من مدربين اللي دربوا النادي الاهلي؟ لا، ما حدش يقدر يقول الكلام ده. لكن مع خالد الغندور في التوقيت اللي هم محتاجين لاسارتي بنمدح لاسارتي وكويس و100 100 وماشي بخطوات جيده والزمالك بيأدي اداء جيد والكلام ده كله. لكن لما مرتضى منصور يقول كفايه كده ولاسار جروس انا مش عايزه، يبقى احنا كسبنا الكونفدراليه بركلات الجزاء والفار، الفار بيلعب بعيب في عيب، كسبنا بالفار كسبنا بركلات الجزاء الترجيحيه، السوبر الاوروبي ده جت معاه كده، ده مش علشان نقلل من جروس ونثبت وجهه نظر مرتضى منصور. وان اظن اعتقد جماهير نادي الزمالك فاهمه القصه دي كلها، النهارده عايز تكسب تعاطفهم بولقتك. طب ما قال لك انا رئيس التاريخ نادي الزمالك، رئيس تاريخي بمناسبه ايه يعني؟ كمان انت بتقول حقق بطولات كتير كمال درويش يمكن اكتر من مرتضى منصور ما حقق بطولات مع نادي الزمالك كره القدم، يبقى ازاي هو لا بيقال على نفسه رئيس نادي الزمالك التاريخي؟ دي حاجه. الحاجة الثانية والأهم إن أنت سبته وبتتكلم النهاردة بعد 19 سنة على سرقة نادي القرن، هي الناس ديت يعني أنا نادي القرن كده واحد بيجي جامل مع واحد، مش فيه حسابات، مش فيه بطولات، مش فيه أرقام، أنتوا بتحسبوها إزاي يعني؟ أنا مش فاهم. هل النهاردة مع الفارق طبعا في التشبيه ريال مدريد نادي القرن في أوروبا، برشلونة يقدر النهاردة؟ لا، ده كان المفروض أنا إيه الكلام اللي بنكسب الناس وخلاص. قال لك الزمالك عمره ما كان صفيحة زبالة، يا سلام عليك. طب ما ردتش عليه وقلت له لا الزمالك عمره ما كان صفيحة زبالة في وقتها في وشه وهو معاك على التليفون ليه وفي المداخلة، لعبنا قدام الزمالك وكسبناه كتير، بس الأهلي ياما، ده 10 سنين، هو زي ما بتكلم صح 10 سنين، آخر 10 سنين أنتوا كسبتوا بالحنفي، المبنى الاجتماعي اتهد وحمامة السباحة والملاعب ومحدش كان بيبني، الزمالك كان نادي مهدود من جوه 10 سنين في مشاكل، الزمالك ورجالته وللي معروف عنه ورجعنا نكسب ورجع للي معروف عنه الزمالك
تعافى ورجع للي معروف عنه ورجعنا نكسب بطولات، وده المقصود من كلام مرتضى. يا سلام، هو بيوضح كلام مرتضى منصور. اولا بدايه كده موضوع النادي الاجتماعي، انا كواحد اهلاوي وما يخصنيش شيء، لاني مش عضو في الجمعيه العموميه، ما بروحش اشرب قهوه في النادي، ما بروحش اخد عيالي واقعد نادي. مش التسعين، مش النادي الاهلي مثلا جماهيره 60 مليون او يمكن اكتر، مش 60 مليون كلهم اعضاء في النادي الاهلي بيروحوا يقعدوا في النادي الاهلي. لا، انا كراجل بيهمني فريق الكوره، وده برضه على ما اعتقد بالنسبه لجماهير نادي الزمالك. فما تقوليش بنا وهد، بنا وهد ليه؟ اعضاء الجمعيه العموميه الناس، لكن الجماهير العاديه بتبص للبطوله. ما تقوليش مرتضى منصور طب انت النهارده جاي بتدافع ليه دلوقتي؟ ما ردتش عليه وقته في وقتها ليه؟ قال لك الغندور، انتوا يعني ما تعرفوش شخصيه مرتضى منصور؟ يعني عشان نعرفه ان جماهير الزمالك، يعني عشان تعرفوا يتقبلوا منه كل حاجه، يضربهم بالجزمه ويحبسهم ومش عارف ايه والكلام اللي حصل ده، مش عارفين انه بيقول كلام وهو مش حاسس بيه ليه؟ مجنون. مرتضى منصور بيقول على مرتضى منصور خالد غندور بيقول على مرتضى منصور مجنون، بيقول كلام هو مش حاسس بيه. ما عندوش عيوب ومميزات، هو جروس اللي جاب بطولات السله واليد. البعض لما بيجي يكره بيكره، ما هو قال عليا قزم قبل كده، انا بشتغل في الاعلام بس ده ما يخلينيش اني اكون على الشاشه وعندي خلاف مع حد. ده كلام خالد غندور ودفاعه عن مرتضى منصور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.